أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. السؤال هو: من أين نبتدئ الحكاية؟ بل أن لنا أن نتمكن من سرد تفاصيلها المترعة بالعار والعين. واحدة من المراحل الأدنى في حياة اليمنيين يسجل فصولها قتلة مأجورون وليس فيها أبطال. حكاية الغدر تحوي في المحصلة الظلمة والمظلومين، مستأجرين ومستأجرين، والضحية وطن وقضية. باختصار، إنها الاغتيالات في وطن طعنت فيه الحكمة وتشوه منه الإيمان، والسؤال الكبير تعربد فيه التفاصيل: من يرتكب كل تلك الجرائم؟ ولمصلحة من تهدم صروح الأمان والقبول بالآخر؟ كيف يمارس العالم المدعي الحضارة جرائمه السود بأيادي الصغار لينجو من العار؟ ما دور جماعة القتل المنظمة من المرتزقة في اغتيال وإخفاء المئات من الناشطين السياسيين والعلماء ورجال الأمن والعسكريين والمعارضين لسياسة أبو ظبي في اليمن؟ الإمارات تبدت في كل المراحل في ثوب المنظم والمشجع على القتل غيلة، ومعها السعودية كرديف تابع أو متبوع، وإيران لديها وحلفاؤها الحوثيون صروف أخرى في فن الممكن أو المقبول أخلاقيا. التفاصيل كثيرة والأدلة وفيرة والشهود حاضرون، ولنبدأ ببعض ما تم توثيقه. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة هذا الأسبوع، تفاصيل أخرى لم تذاع من قبل، وأخرى نعيد إذاعتها ونكررها بهدف التذكير وتثبيتها في الأذهان. أرحب بأسمائكم بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الكامل، كاتب صحفي ومتخصص في شؤون القانون الدولي. عبر السكايب معنا العميد نصر الشاذلي، مدير مكتب محافظ عدن الأسبق من مدينة لوزان بسويسرا، والأستاذ عبد الرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة من ديترويت بولاية ميشيغان. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. أستاذ أحمد، يعني عصابات المافيا وتجار المخدرات كانوا كما عهدنا وعرفنا يصفون حساباتهم بطريقة القتل والاغتيالات، تترد مؤسساتهم وأموالهم وعلاقاتهم الخاصة والبينية. كيف انتقلت هذه العدوى البشعة إلى الساسة؟ ومن ثم السؤال المهم جدا: هل يمكن لهذه الوسيلة أن تبني أنظمة وأوطان؟ لم تنتقل أساليب العصابات إلى الحكم، وإنما الآن نحن في الوطن العربي كله محكومين من قبل العصابات. مهم جدا، نحن محكومون من قبل العصابات. نعم، من قبل العصابات، ويعني هم لم
يزرع أحد فيهم عقلية العصابات، لا هم عصابات بالأصل بالأصل. بشار الأسد زعيم عصابة ليس زعيم دولة، ما فيه ولا صفة من صفات رئيس الدولة. محمد بن زايد ما فيه صفة من صفات الإنسان الطبيعي وليس زعيم الدولة. حتى على المستوى الدولي ترامب هو زعيم عصابة، الرئيس الروسي بوتين هو زعيم عصابة بكل ما للكلمة من معنى. قبل البارحة صدر كتاب اسمه الدم والنفط، الدم والنفط، الدم والنفط، يقول بأن الملك عبد الله عزل محمد بن سلمان من كل مناصبه، وكان بالعشرينات، كان في بدايته، نعم، في العشرينات من العمر، عزلوا من كل مناصبه. يعني نحن الآن لا يوجد لدينا ولا حتى الملك عبد الله بكل عيوبه، لا يوجد الآن، يعني لا يوجد مثيل لذلك الذي كان في يومنا شبه مسؤول أو مسؤول. يعني فيه شيء من رجل الدولة بيستحي شوية، يعني كما نقول في بلادنا. ستالين مثلا كان سفاح كبير ولكن عنده شوية الكرامة الإنسانية، مقومات رجل الدولة، مقومات رجل الدولة، مقومات الإنسان الطبيعي. نعم. يعني ستالين أسر الألمان ابنه، ابن ستالين، ابن ستالين، في الحرب العالمية، نعم، الثانية، وأرسلوا له، قالوا له ابنك عندنا وهذه صورته وهذه كل المعلومات عنه وهو حي، وأرسلوا له ما يثبت بأنه حي. وكانوا الألمان عايزين جنرال مأسور عند السوفييت، نعم، فقالوا له عطينا الجنرال وخذ ابنك، وخذ ابنك. فقال لهم لا، ابنه كان مجند عادي أو ضابط برتبة يعني بسيطة. فقال لهم الجندي يستبدل بجندي، لا يستبدل بجنرال، يكون ابني، يكون قريب مني، بعيد ما بتفرق معي. ولم يبدل ابنه بجنرال ألماني. يعني هذا الشيء من النبل. أبو جهل كان لما قالوا له ادخل على بيت محمد قال لهم وأرعب بنات محمد، يقولون أبا سفيان أرعب بنات محمد في ليل أظلم. لا والله لا أفعلها. نعم. إذن هذا عنده شيء من الكرامة الإنسانية. نعم. اللي يحكمون الآن في سوريا وفي اليمن وفي السعودية وفي الإمارات وفي مصر لا يملكون ولا حد أدنى من الكرامة الإنسانية، وهم رجال عصابات. إذن فنطلع أستاذ أحمد وفقا لذلك، كيف تستعين أو كيف يستنى الحكام بالمافيا وعصابات المرتزقة في عملية الاغتيالات؟ تمام. في الآن طبقة جديدة يشتغلون مع هؤلاء الحكام، يؤمنون لهم طلباتهم، يعني الإجرام بالدليفري، بيجي لعندك بيقول له أنت شو لازمك، مين زعجك، جمال خاشقجي خليه علينا. والعصابات هذه يعني عندها وجود أحيانا علني، في منهم شركات أمنية أمريكية وأوروبية وروسية وروسية، بيقول لك أنت عايز إيه، ادفع فلوس وأنا أؤمن لك ما تريد. يغتالون، يعتقلون، يرهبون، يسرقون، يخربون، يعملون لك ما تشاء. نعم. ما تشاء. وهذا أسلوب جديد، يعني الدولة السوفيتية عمرها ما استخدمت عصابات مثلا. بتشتغل عندها الكجبة، عندها مؤسسات، مؤسسات مؤسسات بمعطيات ومقومات مهولة يعني. نعم. الآن تغير الوضع، تغير الوضع، يعني إلى درجة أن محمد بن زايد لكي يعين ترامب في أزمته الأخيرة تبرع بأنه مستعد لحمايته في قصره في البيت الأبيض وإخراجه من أزمته وفق بما لديه من المرتزقة الذين يعملون تحت يده. وفي فرنسا الرئيس الفرنسي ينام في بيت تاجر. يعني إلى هذا الحد نحن نعيش لحظة انحطاط عالمي لا مثيل له. فإذا الأدوات الآن هي شركات خاصة، نعم، غالبية الموظفين هم يعني جنود سابقون، كانوا يعملون في الجيش، كانوا يعملون في الشرطة، نعم، محترفون قتل وجريمة، وانتقلوا إلى القطاع الخاص، صار القتل عملية قطاع خاص أو بزنس أو تجارة، محترفين بدون مبادئ، بدون أخلاق، بدون قلوب. شكرا دكتور. مطلقا. بداية مخيفة مشاهدي الكرام، أكيد بداية مخيفة، ولكن هذا هو الواقع الذي لابد أن نلامسه ونتعامل معه بواقعية. إذن دعوني أنتقل للأستاذ العميد نصر الشاذلي. أستاذ نصر مساء الخير. مساء النور
واهلا وسهلا بك استاذ علي صلاح. يا حي وسهلا. والضيوف الكرام والاعزاء المشاهدين جميعا. سيدي الكريم، ابدا معك الان في الدخول الى موضوع الاغتيالات في اليمن. انت كنت قريب مما حدث في اليمن في عدن بصفه خاصه، سلسله الاغتيالات تلك التي شهدت انت واحده من من من, من اكثرها ايلاما بالنسبه اليك وحتى بالنسبه لنا كيمنيين اجمع. فاي عنصر اي شخصيه وطنيه تتعرض للاغتيال هي تعتبر جرح كبير في الجسد اليمني. حدثنا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشهيد المحافظ جعفر محمد سعد، نعم، رحمة الله عليه، هو من قتل معاه في من المرافقين في هذه العملية الإرهابية الجبانة التي يعني دعمتها الإمارات ومولتها ونفذها هاني بن بريك عبر ميليشياته المتواجدة في عدن. وكانت والعالم كله شاهد العملية عملية الاغتيال البشعة. فمتى ما اختلفت مع الإمارات والسعودية أو رفضت أن تخضع لهم أو تكون أداة بإيدهم سيتم التخلص منك في أسرع وقت. نعم. الشهيد جعفر رحمة الله عليه قبل استشهاده بفترة كان هو والإماراتيين على يعني العلاقة بينهم طيبة جدا في بداية الأمر، وبعد ذلك بدأت الطلبات منهم، بدأت الطلبات التي رفضها الشهيد جعفر. قال لهم بالحرف الواحد: أنا لا أستلم أي تعليمات منكم، أنا تعليماتي وتوجيهاتي من الرئيس عبد ربه منصور هادي. كانت طلباتهم الموانئ ميناء عدن اللي في المعلة، ميناء كالتكس، ميناء الزيت، تسليمهم إلى هاني بن بريك. طبعا الشهيد جعفر رفض هذا الشيء رفض قاطع، وعين 3 أشخاص من المقاومة الجنوبية، أديب العيسي بميناء المعلة وأحمد الأدريسي رحمة الله عليه اللي اغتالوه بعدين مؤخرا في ميناء كالتكس، وشخص آخر في ميناء الزيت. فقلنا جنون الإماراتيين، وابتدأت من هنا المشاكل والمشادات والحصار. حاصرونا احنا كثيرا بالمال، بالسلاح، بالذخيرة، بكل شيء حاصرونا احنا. نعم. فحاصرونا احنا يعني لولا الأستاذ رجل الأعمال أحمد صالح العيسي لكان المحافظ سقط في أسبوع بعد أن تركته الإمارات وتخلت عنه. نعم. بعد أن رفض كل ما تمليه عليه الإمارات رفضا قاطعا. الشهيد جعفر ربما الناس لا تعرفه، الشهيد جعفر ابن اليمن، ابن الوطن. الشهيد جعفر بالفترة القصيرة اللي استلم فيها عدن في الوقت الصعيب كانت في عام 2015، والجميع يعرف كيف كانت عدن مدمرت تماما. بهذه الشهرين الشهيد جعفر دخل قلوب الناس، دخل نعم اليمنيين نعم شمالا وجنوبا. نحن انا ذكرت بانه شخصيه عامه، ويعني نعم. اغتياله كان عمل الجرح لنا جميعا لانه من الشخصيات التي عرفت بما تفضلت من الصفات. ماذا عن الاخرين؟ نعم. ممن تم اغتيالهم ممن تتذكر يعني، وكيف كانت تتم عمليه الاغتيال؟ والله الاخرين انا اتذكرهم وعندي قائمات. يا ريت والله يعني احنا هنا لا يا ريت نوثق كل شيء. نعم. وعندنا في الداخل برضه انا عميد في الشرطه. انا عميد في الامن. عندي اصدقاء عمداء، وعندي اصدقاء لواء ركن في البحث الجنائي وفي اداره امن عدن وفي كل مكان. نعم. فنحن ناخذ المعلومات ونتبادل المعلومات منهم. نعم. يعني أنت قريب من المصادر الأمنية التي يمكن أن تعطيك معلومات. نعم. موثقة. نعم تفضل. نعم معلومات موثقة 100%. نعم. على سبيل المثال أنا أجيب لك مثل بسيط واحد. المدير مديرية صيرة خالد السيدو. أنا حذرته قبل 20 يوم من اغتياله. اتصلت فيه وقلت له في محاولة لاغتيالك،
قال لي كيف عرفت؟ قلت له ما لكش دخل بكيف انا عرفت. المهم حاسب على نفسك وانت من ضمن كشف وظني. وفعلا تم اغتياله لكن فشلت، ولا والطلقات اجت في رجوله وفشلت عمليه اغتياله. انا اقف عند هذه النقطه استاذ النصر لو تكرمت. يعني طالما انكم تلقيتم او تتلقون معلومات مسبقه عن الم يكن بامكانكم الحيلوله دون عمليات الاغتيال من خلال يعني المحافظه على ارواح هؤلاء الناس بطريقه او باخرى؟ والله نحن انا عندي عشان تكون في الصوره، انا عندي محامي خاص بملف الشهيد جعفر. نحن هنا نمشي حسب القنوات القانونيه في سويسرا. نعم. ملف شهيد جعفر كاملا مع الاصوات ومع يعني كامل، وبيظهر لكم قريب على قناه التلفزه. نعم. ملف الشهيد جعفر مع الاصوات ومع التوجيهات من الاماراتيين لهاني بن بريك، ومع هاني بن بريك وصوت هاني بن بريك وصوت قتله جعفر، وهم يتفاوضوا مع هاني بن بريك على المبالغ الماليه. يعني في امور تدهش الناس جميعا وقد سجلتها وبتظهر خلال الاسابيع. هل سنحصل عليها؟ هل نحصل عليها في يوم من الايام؟ طبعا طبعا استاذي. طيب استاذ، اذا اسمح لي انتقل بهذا الموضوع نفسه الى الاستاذ عبد الرحمن برمان لكي نسالك كمحامي. يا سيدي الكريم، مؤسستكم نشطه منذ بدايه نشاتها، ولا تترك صغيره الا وكبيره الا وترصدها وتتابع بها. هل حدثتنا عن تلك الماده دونتوه وتابعتوه من قضايا الاغتيالات والاخفاء القسري سواء كان في عدن او في صنعاء؟ نعم. اولا السلام عليكم، اسال الله مساءكم جميعا وبالضيوف الكرام. مرحبا. والمشاهدين جميعا. هو حقيقه هذه الملف هو من اكثر الملفات صعوبة، وملف شائك وملف عمليات الاغتيال، لأنك تتعامل مع يعني جهات مجهولة، لكن بسبب يعني تمادي هؤلاء ويعني عملية استهتارهم بعدم وجود الدولة وعدم وجود المحاسبة. نعم. ظهرت كل هذه الحقائق على السطح وأصبح واضح يعني لا جدال يعني كوضوح الشمس من هي الجهة التي تقف أمام عمليات الاغتيال. نحن نتابع هذا الأمر ونرصد هذه الاغتيالات التي تتم، عمليات الاختطافات والإخفاء، وكثير من المنظمات تقوم بهذا الأمر. هناك تحرك على مستوى الأوروبي وعلى مستوى داخل أمريكا حول جلب هؤلاء الأشخاص إلى أمام العدالة، ويعني حصل أنه يعني ترك بسبب فيروس كورونا، ويبدأ الآن بعد الفتح ويتم متابعة هذا الأمر. هناك إجراءات قانونية يحتاج إلى أن تستكمل. يعني نحن نعاني من شيء يعني إشكالية، وفي بعض الأحيان بعض أسر الضحايا يعني خائفون، خصوصا وهم يعيشون في عدن والمناطق التي هم موجودين فيها. نعم. لأنهم تلقوا تحذيرات وتهديدات بأنه أي تعامل مع جهات أو منظمات خارجية أو توكيل محامين أنه قد يعرضوا أنفسهم للخطر. نحن نتجاوز هذا الأمر، مجرد فقط أنه البعض يقوم بعمليات التوكيل يمكن أن تصبح جميع هذه القضايا أمام القضاءات الدولية التي تسمح قوانينها بالنظر في هذا الأمر. نحن مثلا فيها الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي ذات صلة كبيرة باعتبار أنه عمليات التي تم تنفيذها كثير منها نفذتها شركة أمريكية مصرح لها موجود داخل هذه الولايات المتحدة. هناك أدلة كاملة ظهر أمام الشاشة. أستاذ لو تكرمت أقف عند مصرح لها، ما معنى التصريح هنا؟ يعني مصرح لها للقيام بعمليات اغتيال أم مصرح لها كشركة أمنية ممكن تؤدي دورها كما هو معروف شركات القطاع الخاص في مجال الأمن والحفظ الأمني يعني على سبيل المثال؟ هو مصرح لها كشركة أمنية لكنها يعني تجاوزت هذا التصريح، انحرفت عن أدائها مثلا. نعم انحرفت عن أدائها، ولكن هناك إشكالية. يعني ماذا يعني تخيل الأمر لو كان الأمر معكوس، لو كانت شركة أمنية خارجية جاءت تنفذ يعني عمليات اغتيالات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد أن أمريكا قد تغزو هذه البلد. ونحن لاحظنا أنها غزت بلدان بسبب أفراد ارتكبوا جرائم بأعمال إرهابية غزتها، لكن لم يتحرك القضاء الأمريكي ولا الأمن الأمريكي ولا أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وهي ترى أنه يعني شركة من داخل بلدهم ذهبت إلى مكان آخر، بل أنه
هذه الشركة وقعت عقود رسمية ودفع الضرائب للحكومة الأمريكية، يعني الدماء التي سفكت في اليمن دفع للخزينة الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت فيها ضرائب لأنه هذه الشركة هي مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والخزانة الأمريكية ومصرح لها وتدفع ضرائب نهاية السنة عن العقود التي توقعها. وهنا الكارثة، يعني تخيل عندما يقتلوا في اليمن ثم يدفعوا ضريبة أو جزء من المال الذي استلموه من دمائنا تدفع للخزينة العامة لهذه البلد أو تلك. يعني هذه قضية يجب أن يتكاتف فيها الجميع، يجب أن يكون هناك تحالف وتشبيك بين المنظمات الدولية وأيضا بين الضحايا. هناك كثير من الضحايا قد خرجوا وغادروا الذي كانوا في السجون، وأيضا أسر الضحايا يجب أن يكونوا أقوياء في رفع أصواتهم وألا يتنازلوا عن حقوقهم حتى تأخذ العدالة مجراها. وأنا أقول أنه مهما طال الزمن ومهما كانت هناك بعض العوائق التي قد تقف، لكن الأحوال تتبدل، ورأينا كثير من ارتكبوا جرائم ضد حقوق الإنسان وانتهاكات وجرائم حرب أصبحوا محبوسين أو مقيدين الحرية وماتوا داخل السجون الدولية أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها بعد أكثر من 20 عام من الهروب. باختصار أستاذ عبد الرحمن، كم عندكم إحصائيات معينة بعدد من تم اغتيالهم والمخفين قسرا سواء كان في السجون؟ للأسف الشديد الإحصائيات التي تعلن، كما أنتم قلتم 103 شخص، هي إحصائيات بسيطة، لكن لأنه الأشخاص العاديين الذي تم اغتيالهم لا يسجلوا ضمن، إنما يسجل مثلا علماء، الناشطين، الصحفيين، ضباط الأمن، ولكن هناك أيضا ناشطين سياسيين صغار قد يكونوا في بعض الحارات والمناطق في عدن تم اغتيالهم. العدد هو مئات الأشخاص، ربما في تقريبا في 2018 تحدثت بعض المصادر أنه تجاوز 500 شخص من اغتيلوا في عدن ولحج والضالع والمناطق التي حولها. يعني أنا كان لدي كشف في 2017 ب 94 شخصية، يعني عامة من الشخصيات الكبيرة، وربما العدد الآن يكون ضعف هذا العدد من شخصيات عامة بارزة من الناشطين السياسيين، عدا من يكون ولد. أنا شاهدت عملية اغتيال بعيني أمام عيني، وكان هذا استدليت على أنه من ينفذ هذا الأمر هو من يقوم على إدارة الأمن وهي دولة الإمارات، وأيضا من هو مسيطر عليه وهي الإمارات التي تمولهم. تنفذ بشجاعة وبدم بارد وبأمان. نعم، نزلوا من فوق السيارة، اغتلوا شخص كان قد صدر له قرار جمهوري بتعيينه مسؤول منطقة أمنية، ولكن لم يعلن هذا القرار، لكن عرفوا بهذا ذهبوا واغتالوه، ثم بعد ذلك فتحوا الباب بهدوء تام والناس تفرجوا. كان هناك على بعد 70 إلى 100 متر نقطة عسكرية تبع الحزام الأمني وماسكين البنادق يتفرجوا عليهم، وهذول الاثنين أشخاص، يعني واحد سواق واحد نزل قتل، وكان يستطيع جندي واحد أن يوقفهم أو أن يطلق عليهم النار أو يضرب على إطارات السيارة، لكنهم غادروا وكأنهم حددوا الأماكن. يعني في نقطة أمنية نفذ فيها، وأنا كنت ساكن بجوارها بعد أن عضو اللجنة، وتحدث أنه 50 عملية اغتيال على بعد في شارع التسعين وسموه يعني شارع الموت، أحيانا كما يقول من المسافة صفر. أستاذ عبد الرحمن شكرا لك. شكرا لك، سأنتقل لضيفي في الاستوديو وسأعود إليك. أستاذ أحمد، كما سمعت يعني في أشياء محزنة حقيقة ومعلومات مخيفة، والمخيف أكثر عندما نرى أن الصمعرة القانون الدولي الذي يعني يسوي نفسه أنه لا سمع ولا رأى، أين القانون الدولي من هذه الجرائم وكيف يمكن تنشيطه لكي يلاحق المجرمين سواء كان في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في غير مكان؟ يعني عملية الاغتيال ليس بالأمر السهل، يعني جريمة في حق الإنسانية. خليني أعطيك مثال محكمة الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، كلفت 700 مليون دولار المحكمة 700 مليون دولار، وهي صدرت بقرار من مجلس الأمن الدولي ومحكمة خاصة، وتعالج قتل شخص واحد فقط في حادثة معروفة في وضح النهار، واضحة وضوح الشمس. نعم. في عصر الموبايل وفي عصر الإنترنت وفي عصر التكنولوجيا، و15 سنة بعد 15 سنة قالوا والذي قتله هو حزب الله بأمر من إيران والنظام السوري، قالوا أنه لم تتوفر لدينا أدلة كافية لا على النظام السوري ولا على إيران ولا على حزب الله، ولكن القاتل عضو في حزب الله. تخيل من هو؟ علامة استفهام. لا، واحد فقط. نعم. عنصر صغير. نعم. عنصر صغير، وهو حسن نصر الله، قال لن أسلمه أبدا. فإذا هذا الباب مغلق في قانون دولي، ولكنه مشلول، هو على الورق.
كل شيء يمر عن طريق مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمن الدولي هو بين يدي الدول دائمة العضوية، الخمس الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي من العصابات، فيها بوتين هو من هذه الشركات الأمنية، هو رجل العصابات بكل معنى الكلمة. قبل يومين أمر باغتيال المعارض الأول له عن طريق غزو الأعصاب، قبل يومين. ترامب أيضا من العصابات، وبالتالي يعني فرص اللجوء إلى القانون الدولي الآن شبه مستحيلة، المرور عن طريق مجلس الأمن الدولي شبه مستحيل، ولكن هناك أبواب ممكنة وهو القضاء الداخلي، لأن هذه الشركات كما قال ضيفكم الكريم مسجلة رسميا، شركات أمنية. نعم، فنحن لن نصل إلى محمد بن زايد، هذا مؤكد، ولكن قد نصل إلى الأدوات، ولا حتى أداته الأولى دحلان، ولكن ممكن أن نصل إلى هذه الشركات إن توفرت لدينا أدلة دامغة، فهذا يمكن أن يدينها. أستاذ الكريم، يعني احنا قلنا في المقدمة بأن الدول التي تدعي التحضر تمارس عملية الاغتيال بأيادي الصغار، هل هذا التعبير يمكن يوضع في حيز الصح والصواب؟ يعني من يحكم أمريكا وبريطانيا وفرنسا الآن لا يبالي بحياة السوريين ولا اليمنيين، نحن غبار آدمي، يعني إذا مات مليون سوري أو مليون يمني شو المشكلة يعني؟ شيء يعني لا قيمة له، شيء مؤسف. بالمقابل بالمقابل محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يهمهم، وبالتالي لأنه هو تاجر السلاح، هو الذي يشتري ويمول، وهو السفيه اللي معه أموال كثيرة، وعايزين ياخذوا منه الأموال وكأنه طفل صغير والأمور ناجحة، وينفذ سياسات يعني كما تكل إليه، طيب. يبيعهم مكة والمدينة إذا حبوا، فيعني كنز لن يضيعوه أبدا مقابل كل الشعوب التي لن يضيعوه، طيب. فإذا الأمل الوحيد هو ملاحقة هذه الشركات الأمنية المجرمة في بلادها، في أوروبا وفي أمريكا، في روسيا غير ممكن. تعتقد أنه يمكن يعني صناعة تكتل من المحامين ومكاتب التي يمكن أن تصنع زي ما تقول لوبي، يضغط، وممكن تحريض الإعلام، لأنه الإعلام الغربي حساس لهذا الموضوع، لما تقول له أنت أبنائك شركات أمنية مسجلة في بريطانيا وأمريكا وفرنسا، في أوروبا وأمريكا، يمارسون هذا العمل الدنيء، وهو ليس للقتل فقط، ليس فقط الاغتيالات، وإنما الكثير من الأعمال الدنيئة، الخطف والاعتقال والتخريب، والتخريب بكل معنى التخريب، وبث الرعب، يرتكبون كل الدناءات التي يمكن للإنسان أن يتخيلها. هذا أنا باعتقادي هذا هو الباب الوحيد المتاح، ملاحقة هذه الشركات في بلادها، في بلادها، في بلادها. إذن دعنا أستاذ نتحدث، سننتقل إلى الحديث عن أو البحث في نقطة مهمة، وهي أدوات القتل داخل عدن، أدوات الإمارات وغير الإمارات في اليمن وفي عدن بصفة خاصة. الأستاذ نصر الشاذلي، لو تكرمت، يعني من الأدوات؟ أنت أشرت إلى هاني بمريك مثلا، هل ثمة أدوات أخرى ممكن نتحدث عنها بشيء من التفصيل؟ نعم، في أدوات أخرى. الأدوات هاني بن بريك ومدير مكافحة الإرهاب وعدد من الإرهابيين في الحزام الأمني، ضباط في الحزام الأمني، وهناك معلومات دقيقة وصلتنا بأنه حاليا يتم التنسيق لاغتيال كوادر وقيادات حزب الإصلاح، هذا أولا. ثانيا، أنا كنت بصراحة أنا كنت مرتب أن أسألك السؤال هذا، بما أن قلت بأن لديكم معلومات ومصادر معلومات، فعلا نحن أيضا يعني نما إلينا كأجهزة إعلام أن هناك مشروع لاغتيالات مستقبلي، إذا فعلا أسألك عنه يعني بشيء من التفاصيل لو تكرمت، طالما عندك تفاصيل. عندنا تفاصيل. أولا دعني أقول لك شيء. هات. عندك 25 عملية اغتيال منذ 2015 ل 2017 لأئمة مساجد ودعاة. نعم. 12 شخصية من السلفيين، 4 شخصيات من حزب الإصلاح،
والباقيين الناس عاديين. العدد، عدد القتلى في الاغتيالات دقيقة يعني ومن مصادر 594 شخص اللي يقتلوا. في هناك أسر لم تبلغ من الخوف عن أولادها المخفيين، لم تبلغ. نعم. هناك في عدن الوضع مزري جدا ومخيف جدا للغاية. يعني بما معنى إذا بلغت سيكون مصيرك الموت أو الإخفاء القسري. الآن هناك كشوفات معدة وإن شاء الله في هذه يراد لها حلقة كاملة، يعني هناك كشوفات جديدة لكوادر حزب الإصلاح، تصفية كوادر حزب الإصلاح. أول عملية اغتيال فاشلة اللي نجا منها اللهم صل على النبي، اللي نجا منها قيادي في حزب الإصلاح من صف مايو كريتر. نعم. والعملية الثانية اللي قتل فيها عوض فدعق. عوض فدعق هذا من كم يوم يعني؟ من كم يوم. لما جف دمه بعد. نعم، من حزب الإصلاح. نعم، والكشف موجود لدينا، كشف كامل وتسرب من إدارة أمن عدن. هي الإطار الضيق الذي يصورونه هو حزب الإصلاح، وفي الواقع الإطار الأوسع هو كل من يعارض الوجود الإماراتي والسياسة الإماراتية في اليمن بصفة عامة، يعتبر يندرج تحت هذه المسميات. في اليمن، في اليمن وخارج اليمن. اليمن وخارج اليمن. اليمن وخارج اليمن. أنا على سبيل المثال أنا تعرضت لحالة طعن بالسكين هنا في سويسرا. هذه جديدة؟ طبعا هنا تعرضت في سويسرا لطعن بالسكين، وعندي المحاضر الشرطة والنيابة والإدعاء العام وكل شيء، الطعن بالسكين لإخراسي ولي يعني إخراجي من العملية هذه كلها. هم خائفين خوفا شديدا للثلاث الملفات، عندي ملفين لجعفر الله يرحمه صهر الشهيد جعفر هو محافظ عدن هو صهري، وأحمد الأدريسي مدير ميناء كالتكس اللي قتله أحمد اللي قتله هاني بن بريك وحلمي الزنقي، الملف هذا معي أيضا كامل متكامل مع الأصوات مع كل شيء. عندي العملية الكاملة لاغتيال منير أبو اليمامة صاحبهم. يعني هو قتل، أبو اليمامة قتل من قبلهم، من قبلهم، من قبل الإمارات، من قبل هاني بن بريك، وعندي كل شيء بالتفصيل. إذن هذه أيضا من الوثائق التي يعني أرجو أن تكون عبر القناة نفسها وإضافة إلى ما سبق. إن شاء الله. إن شاء الله. وأبو اليمامة تكالبت عليه واتفق عليه أهله من يافع، عبد الرب النقيب وهاني بن بريك وعبد الرحمن الشيخ. إذن فليسمع، اسمعوا اسمعوا، رجاء أن تسمعوا المتابعين، رجاء أن تتابعوا، رجاء أن تتابعوا أولئك بالذات من يعني من 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 يتعصبون كالعمي بلا بينة ولا بصيرة. تابعوا واسمعوا وانظروا الحقائق كيف هي لكي ترتب أموركم وفقا لذلك. تفضل أستاذ. طبعا في الفترة الأخيرة منير أبو اليمامة دخل في إشكاليات مع الإمارات ومع هذا اللهم صل على النبي نقل علي عبد الله صالح. أها، مع أحمد علي عبد الله صالح؟ لا مش أحمد. نعم. موجود في طارق الآن. طارق اللي في الغرب، في المنطقة الغربية. نعم طارق. دخل في إشكاليات كبيرة مع الإماراتيين ومع المجلس الانتقالي، مع عدروس الزبيدي ومع أحمد بن بريك ومع الجميع. كان الوحيد اللي رافض وجود طارق في عدن. نعم. وقوات طارق في الوقت أزعج الإماراتيين بهذا الأمر، وكان يعني وهو متشدد جدا بالنسبة للجنوب وما جنوب وانفصال وعلم الجنوب ورفع أعلام الجنوب، ويجب أن ترفع أعلام الجنوب. الوقت الإماراتيين كانت ترفع أعلام اليمن، ولما تكون هناك احتفالات أو ما إلى ذلك.
دخل مع الإماراتيين في إشكالات كبيرة مع ومع عفاش، هذا نسميه عفاش. نعم نعم. وفعلا وذهب إلى الإمارات وأخذ أسرته ليخرجهم من الإمارات. إذا هذا فرفضت الإمارات إخراجهم. نعم. خرج أسرته، قال له تخرج لوحدك، الأسرة لن تغادر الإمارات. هذا أولا. ثانيا، كان هناك في عدن الوزير الميسري، وزير الداخلية. نعم. وزير النقد صالح القبواني، وكان لابد من إعلان النفير العام. تمام. أنا أريد المشاهدين أن يسمعوا هذا الجزء. نعم. خطير. وكان لابد يعني أوامر عليا بنفير العام. فالمجلس الانتقالي ناقش هذا الأمر، كيف نعلن النفير العام، كيف نكسب الـ وكيف نكسب الكم البشري. نعم. والدعم المالي. فدائما يافع هي سباقة بكل شيء، بالدعم البشري والمال. نعم نعم نعم. هذا هو شراء ذمم وتمويل. نعم نعم. وحتى في احتفالات زمان، احتفالات ايام ما كانوا يخرجوا مظاهرات، كنا نخرج مظاهرات من اجل الانفصال في عدن، وهذا ابناء يافع هم من يمول كل شيء. اشكرك استاذ، سنعود اليك فيما سياتي. ويعني أنا أعتبر هذا وعد منك إلى أن نلتقي كلنا لقاء آخر بشكل أوسع لمناقشة تلك التفاصيل. الأستاذ عبد الرحمن برمان، لو تكرمت معي أخي الكريم. أستاذ الكريم، يعني نتحدث عن القانون الدولي وعن المتابعة والمقاضاة. قضية رفعت قضية على هاني بن بريك كرائد من رواد الاغتيالات، ولديكم كما تفضلتم وتفضل الأستاذ نصر وآخرون أن هناك ما يثبت ذلك. أين وضع هذه القضية، يعني المسألة التي وضعت أمام القانون الدولي؟ كيف استطاع هاني بن بريك أن يخلص منها؟ هو يعني حقيقة هو لم يخلص منها، ولم حتى تقدم إلى الآن أمام أي جهة دولية على الدعوة التي قدمت في بريطانيا. نعم. ولا زالت يعني، والقضاء البريطاني أعلن قبوله للدعوة يعني من الناحية الشكلية، ولا زال يناقش الموضوع. بالنسبة هو هاني بن بريك بسبب سيطرتهم على عدن يعني تمكن من، لم يتمكن الجهاز القضائي ولا الأمني باعتبار أنه بيدهم من القبض عليه. بعد هناك اعترف جميع المنفذ عمليات الاغتيال، خصوصا في قضية الشيخ راوي وقضايا أخرى، بأنه هاني بن بريك هو من أمرهم بالقتل، وهو من أعطاهم السلاح، وهو من دفع لهم يعني مقابل هذه العملية. وهذه في تحقيقات الأجهزة الأمنية التي تشرف عليها الإمارات، يعني لا يمكن أنهم يطعنوا فيها أو يقولوا أنه هذه مؤامرة أو هذه محاولة لطور هاني بن بريك الذي يتبع الإمارات. لكن بسبب كثرة هذه الجرائم خرج جزء من هذه الجرائم إلى يعني إلى العلن، وسبب أنه لا زال هناك رجال شرفاء في أجهزة الأمن في عدن وفي أيضا أجهزة النيابة خرجت هذه القضايا وحقوق فيها بتحقيق يعني قريب من التحقيق العادل. نعم. وأظهرت هذه ونشرت. دعني فقط أقول أنه ونحن نتحدث الآن وصلني رسالة على شاشة تليفوني من أحد رأس دي المركز محافظة الضالع، تم اغتيال أحد المشايخ الآن في محافظة الضالع في قبل قليل، وهذه عملية يعني بدأت عمليات تعود مرة أخرى كما ذكر الأستاذ الشاذلي قبل قليل أو العميد الشاذلي، أنه هناك قائمة جديدة. قبل 4 أيام أو 3 أيام اقتل فدعك، والآن الشيخ آخر في محافظة الضالع. وبذلك هناك استهداف لكل ما هو معارض للإمارات وكل ما هو معارض للوجود الإماراتي في المناطق المحافظة الجنوبية. بالنسبة للقانون الدولي الذي نتحدث عنه، حقيقة شعوب العالم كلها عانت معاناة كبيرة في بداية القرن الماضي من الحروب، وأدى كل هذا إلى أن نشوء القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والأعراف الدولية التي تحكم العلاقات فيما بين الدول أيضا وفيما بين الدول والأفراد، ويعني أيضا حقوق الشعوب والأفراد في سواء كان في أوطانهم أو خارجها. لكن اليوم نحن نلاحظ بسبب ما ذكره ضيفك الكريم في الاستديو
الدكتور أحمد الكامل، هو قال كلام جميل جدا، أنه اليوم هي تحكمنا عصابات، يعني على رأس الدول وخصوصا الدول الكبرى عصابات. أمس ترامب يهدد ويصدر قرار بعقوبات على يعني أعضاء محكمة الجنايات الدولية، يعني قضاة مناضلين من أجل حقوق الإنسان وصلوا لهذه المناصب بعد نضال طويل وسنوات من النضال ومن النزاهة، وصلوا إلى هذه المحكمة. أصدر على أمس يفترض أنهم يكونوا بمنع عن كل الضغوط، يعني يكون ضغوط إن كان شكلها. صحيح صحيح. نعم صحيح. شخصيتها اعتبار وحصنتها. الدول التي تدعي أنها تريد أن تصدرنا الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، نعم، هي من تدمرنا، هي من أنشأت هذه المشاكل وهذه الميليشيات وهذه الجماعات. يعني أنا أقول أنه الإمارات هي أداة، الإمارات ليس لها لها قيمة ولا كرت ولا شيء، ولكنها أداة من الأدوات الاستعمار الجديد الذي يدمر الشعوب العربية في المنطقة. الإمارات واجهت إرادة الشعوب في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي السودان وفي اليمن وفي و و و وفي ليبيا وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان، بل إنما أينما وجدت في العالم كله، أينما وجدت الخير وجدت الإمارات تواجهه، ويعني وهي لا تواجه من ذات نفسها، ولكنها أصبحت أداة ومركز لل يعني دبي وأبو ظبي أصبحت مركز من المراكز التي تواجه الثورات وتواجه إرادات الشعوب وخصوصا الشعوب العربية. شكرا أستاذ، شكرا لك. بقي معنا بضع دقائق أستاذ أحمد الكامل. محمد دحلان يعني أصبح مثل بريمر في العراق، يعني موجود في الإمارات وله شبكة واسعة تنفذ من خلالها جرائم الاغتيالات وغيرها من الأعمال، هل نتحدث عن هذا الجانب؟ دحلان باختصار هو أسوأ ما أنجبت فلسطين منذ وجدت فلسطين، منذ وجدت قبل حوالي 11 ألف سنة. مدينة أريحة موجودة منذ 11 ألف سنة، لم تنجب فلسطين أقبح من هذا، من هذه الروح الشريرة. إذن نحن بحاجة إلى الناس لكي نقنع الناس بهذا 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 الحكم. نعم. هو أقبح ما أنجبته فلسطين، لفظته فلسطين، طردوه حتى حركة فتح، هو من حركة فتح. نعم. لفساد شامل، مو في أسلحة الدمار الشامل، نعم، هذا الفساد الشامل، يعني التعاون مع المحتل الإسرائيلي، التعاون مع الأنظمة الغاصبة للحكومات للشعوب العربية، يعني هو يساعد السيسي وكان عرض خدماته على بشار الأسد، وهو يساعد التقطته الإمارات محمد بن زايد وجد فيه ضلته، نعم، يعني يريد شخص شرير إلى هذه الدرجة وقاتل محترف إلى هذه الدرجة، يعني نادر أن يكون الشخص عنده كل هذا القدر من الشر وعنده كل هذه الآليات الشر، عنده كل آليات الشر. وهو وجد في الإمارات الدعم والقوة والمال والصلاحيات والدعم السياسي ما بعرف مين فيهم وجد الآخر، هل محمد بن زايد وجد دحلان ولا دحلان وجد محمد بن زايد؟ في بلدنا بيقولوا طنجرة ولقت غطاها، يعني نعم نعم، فهم مناسبين لبعض، ووجدوا فيه محمد بن زايد أعتقد وجد فيه ضالته كأداة لتنفيذ كل الأعمال القذرة. يعني الاغتيالات هي طبعا الأبشع، ولكن في أشياء كثيرة، تزوير الانتخابات، اللعب بالعمولات، هذا يحصل في تركيا، نعم صحيح، يحصل عمليات بث الفوضى، النشاط الإعلامي، إفساد الزمام، يعني لائحة طويلة لها أول ما لها آخر يقوم بها هذا الدحلان لكل من تطلب منه الإمارات أن يفعل، الإمارات وغير الإمارات، نعم، يعني كل في مهام، يعني خبرة واسعة الطيف في التدمير، نعم، على كل المستويات. الاغتيالات هي جزء واحد، وإنما إسقاط النظام، يعني لعب دور كبير جدا في إسقاط النظام المصري، نعم، ويلعب الآن دورا، يجد في اليمن فرصة ممتازة لإطلاق أقصى طاقات الشر اللي عنده عبر الاغتيالات بالدرجة الأولى، وعبر الإفساد، وعبر الإعلام، وعبر يعني تحويل البلد إلى بلد فاشل، هذا اختصاصه. نعم. شكرا أستاذ. إذا بقي معنا نقطتان مهمتان، أو بالأصح نختصرها في نقطة أساسية، وهي أنه بالفعل جرس الإنذار لم يعد جرس إنذار، ولكن قد باشر تم مباشرة العمل الآن، وتم تنفيذ الجزء الأخير أو الجزء الثاني الآن من عملية الاغتيالات. أستاذ العميد نصر الشاذلي،
باختصار صديقي الكريم في أقل من دقيقة، يعني كيف يمكن أن تحاشي الآن ما يتم تنفيذه، ما تم مباشرة تنفيذه، عملية الاغتيالات؟ عملية الاغتيالات ستستمر، ولن يستطيع أحدا إيقافها غير الشعب. نعم. اليمني. ماذا يفعل الشعب؟ الرئاسة أو الرئيس ولا دعك منهم دون كامل، دعك منهم. الرئاسة الواحدة منقسمين ما بين ناس مع الإمارات وناس مع منقسمين ثلاثة أقسام أربعة أقسام. رئاسة الجمهورية نفسها لن تعمل لك شيء، رئاسة الجمهورية لن يعمل لك شيء، وزير الداخلية وهو خارج البلد مطرود منذ فترة. نعم. أنا أجيب لك مثل، عندما تم الانقلاب على الرئيس أردوغان قلبت موازين القوى، الشعب خرج قبل الجيش وقبض على المتمردين. هنا أقول للشعب اليمني أن يصحو وأن يخرج وأن ينتفض أمام الإمارات وأمام السعودية. على عيني وراسي شبخ الكريم، عمليات الاغتيالات عملية تتم غيلة وغدرة، فكيف يستطيع المستهدفون أن ينجوا بأنفسهم من هذه العملية باختصار؟ لأنه هو من الشعب نقول له تعال، يعني هي عملية تأخذ الطبيعة الفردي. لا، هي إذا الإمارات طلعت من اليمن هي والسعودية مثل ما الصومال، هذه في المعالجة العامة، في المحصلة العامة. نعم نعم. طيب. طلعت هذه الاغتيالات طالما والإمارات موجودة، ستستمر الاغتيالات والضحايا. نعم. والضحايا لن يستطيعوا عمل. نعم. أي شيء. أنت الآن تساعدنا على الوصول للحل الأشمل والواسع، ممكن نشوف الأستاذ عبد الرحمن لو تكرمت يدلي بدلوي في هذا الجانب. الأستاذ نصر. نعم. قال بأن الحل هو في يعني إنهاء المسبب الأساس، لكن ماذا المعالجات الفردية كيف يمكن تتم؟ هذا كهدف استراتيجي أنا أتفق معه. نعم أتفق معه، لكن حاليا نعم. يجب على كل شخص أن يحافظ على نفسه، إما أولا أن يغادر عدن. نعم. أو أن يختفي في مكان آمن، يعني هذا هو الحل يعني الحل الذي هو الأساسي الذي يجب أن يقوم به الأشخاص لحماية أنفسهم. لا يوجد أي جهة يمكن أن تحميك، يعني ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. نعم. الذي يفترض فيه أن يحميك هو الآن هو الذي سيأتي ويغتالك ويقتلك. أنا أقول أنه يجب على كل شخص، على كل يعني هذه أرواح غالية علينا وعلى اليمن، أرجوكم حافظوا على أنفسكم. هؤلاء قد رفعوا شعار اقتلوهم إنهم أناس يطهرون، اقتلوا كل وطني، اقتلوا كل شريف، اقتلوا كل من يحب الوطن، كل من يحب اليمن. لذلك أرجوكم حافظوا على أنفسكم. نحن والله إننا نحن نبكي، نحن نتألم، نحن موجوعون كثير على ما يحدث في عدن وعلى ما يحدث حولها من اغتيالات لكل رجالة اليمن وأبطالها. لذلك حافظوا على أنفسكم. شكرا جزيلا. أشاركك الرأي أستاذ عبد الرحمن، شكرا لك. دكتور أحمد، يعني على هذا الصعيد نفسه، يعني كإنسان باعتقادك كيف يمكن أن تعالج المشكلة هذه على المستوى الفردي؟ الانتباه. نعم. الحذر، الشك. نعم. وأن لا ننسى بأننا أمام وحوش عديمي الإنسانية، يعني بدك تعرف عدوك. نعم. عدوك عديم الإنسانية، عديم الأخلاق، دنيء، غدار. نعم. ولذلك يجب أن تنتبه إلى نفسك. نعم. وتحتاط إلى أقصى درجة ممكنة، وأن تعرف نفسك. طالما أنت إنسان شريف، طالما أنت تريد الحرية، تريد الخير، فأنت عدوهم. شكرا لك. شكرا أستاذ أحمد. مشاهدي الكرام، أشكر لكم جميل متابعتكم، وأشكر بأسمائكم ضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الكامل، كاتب وصحفي متخصص في القانون الدولي، الأساتذة عبر السكايبي، العميد نصر الشاذلي مدير مكتب محافظ عدن الأسبق من مدينة لوزان بسويسرا، الأستاذ عبد الرحمن برمان رئيس المركز العدالة الأمريكي، رئيس المركز الأمريكي للعدالة من ديترويت ولاية ميشيغان. شكرا لكم مشاهدي الكرام، وإلى اللقاء.